في إطار الاستعداد العام للدراسي الجديد تتواصل فعاليات أهلا مدارس في محافظات الجمهورية، وتضم المعارض المستلزمات الدراسية والحقائب والأحذية والملابس بأسعار مخفضة تصل إلى 30%. استعدادا للموسم الدراسي الجديد تتواصل فعاليات معرض أهلا مدارس بمحافظة الجيزة لتوفير احتياجات جميع الأسر والطلاب من أدوات مدرسية وجامعية، وذلك بتخفيضات تصل ل 30%. احنا كذا مرة بنشارك في المعرض باستمرار، واحنا بنقدم للمواطنين كل الزي المدرسي من تيشيرت وشروال وسويت شيرت وجاكيت مدارس بأسعار مخفضة جدا. يعني احنا بنقدم شنط مدارس هنا في المعرض، وعندنا صناعة مصرية وصناعة مستوردة، ومقدمين خصم 50% على شغلنا. احنا بنقدم تخفيضات ممتازة بتصل من 25% ل 30%. طبعا عندنا كافة المنتجات الدراسية بجودة عالية جدا، وبفضل الله الزبون مراعي طبعا وشايف ده قدام عينيه، عشان كده في نسبة إقبال عالية جدا. المعرض يقام على مساحة 2000 متر وبمشاركة أكثر من 60 عارضا من أهم الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس مثل الأدوات المدرسية والزي المدرسي والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات. هو فكرة جميلة إن هو المعرض يبقى ملم بكل حاجة، مستلزمات المدارس كلها وتخفيضات جميلة جدا، وفي مكان واحد يعني امشي اجيب كل حاجه منه. المعرض بصراحه يعني يعتبر شامل لكل الادوات المدرسيه، من لبس ادوات مكتبيه مثلا، وفي تنوع في المصانع، يعني اكتر من مصنع مشارك في المعرض. يجمع المنتجات كلها في مكان واحد، ده بيريحنا جدا بدل ما نقعد ندور على المكتبه وعلى اماكن اليونيفورم، يسهل علينا كتير. والله هو المعرض طبعا حلو والاسعار بتاعته ممتازه، وفكره ان انت تجيبي كل حاجه من مكان واحد دي حاجه لطيفه جدا، انك ما تقعديش تلفي على محلات، موجود الجزم، موجود الهدوم، الاقلام، الكراسات، فده حاجه مريحه يعني. جهود مستمره من اجهزه الدوله تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه للتخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات عن طريق توفير السلع والمنتجات باسعار مخفضه وجوده عاليه. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري. افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة معرض أهلا مدارس بالعريش بتخفيضات تصل إلى 30%. وأوضح محافظ شمال سيناء أنه تم النزول بالأسعار طبقا للتوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوي. بمناسبة افتتاح معرض أهلا مدارس، وطبعا هذا التقليد سنوي وان شاء الله كلنا نقضيه في السنوات القادمه، وطبعا الاسعار انا بعتبرها من وجهه نظري مناسبه رغم ارتفاع الاسعار زي ما انتم عارفين عالميا، الا ان برضه مازال معرض مدينه العريش على وجه الخصوص له سمه معينه، يعني يمكن الاسعار إلى حد ما معقولة.